بنت كانت تشرب من بير وخطفها الجن، وفريق أجنبي حب يستعرض عضلاته بالاستكشاف واختفى، ومكان ثاني تلقى فيه أرواح الكفار. تقريبا ما في دولة في الوطن العربي إلا وفيها مكان غريب، وهالأماكن بعضها موجود في الطبيعة وبعضها بناها الإنسان، وصالت وجالت حولها الأساطير المرعبة والروايات المخيفة واللي تضاربت فيها آراء الناس بين مقتنع ومصدق لها وبين أشخاص غير متقبلين لها من الأساس. في هالحلقة راح أذكر لكم أغرب 6 أماكن في 6 دول عربية مختلفة. المكان الأول عبارة عن جبل تعتلي هامته مجموعة من النتوءات والثقوب، ويقول عنه بعض المؤرخين إن هالجبل والمنطقة اللي تحاوطه كانت أرض حضارة وزراعة بدليل الرسومات الموجودة فيه. وفوق غرابة شكله يتكلم أهالي المنطقة عن وجود أحداث متكررة يختلط فيها الكلام والحركة، وبعضهم قال إن ما في شخص حاول يصعد هالجبل إلا واختفى. من روايات الأهالي المشهورة إن في شخص كان كل يوم يروح يقعد له جنوب هالجبل عشان يستمتع بمنظر الصحراء وبسبب هدوء المكان الموجود فيه، ولكن في مرة من المرات سمع أصوات كرة قدم، وكان الصوت في البداية ضعيف وكل ماله ويعلى أكثر، فخاف ورجع للديرة وصابته رعشة قوية وفسرها للناس انه سمع جن يلعبون الكورة. الثابت في هالمكان ان الاصوات الصادرة منه ما تسكت، احيانا يسمعها كل اللي في المنطقة واحيانا تكون منخفضة لكنها بعد مسموعة، وفسر البعض هالحالة بسبب اختراق الرياح للفتحات الموجودة بالجبل. هالمكان اسمه كاف الجنون او كاف ادنان في منطقة اكاكوس في جنوب غرب ليبيا. اما المكان الثاني فما يقل غرابة عن اللي قبله، لا من حيث الشكل ولا من حيث ما يشاع عنه من اساطير، وهذا المكان كذلك جبل او صخرة صماء كبيرة تحاوطها الاشجار والغابات من كل الجهات، اكثر ما يتداوله الناس ان الجن يسكنون فيه، ويستدل أهالي المنطقة على روايات أجدادهم أو من خلال أحداث رويت في الفترة اللي راحت، ومن أشهرها قصة بنية من بنات القرية ما تزوجت وفي يوم من الأيام كانت تشرب من طرف بير موجودة في هالجبل، ووقت ما كانت تشرب من البير شافت خاتم يدور قدامها فقامت وتبي تمسك هالخاتم واختفت فجأة. وبعد مرور فترة على الحادثة وقت ما كان أبوها في البيت دخل عليه ثعبان كبير، وفي الوقت اللي يبي أبو البنت قتله تكلم الثعبان وقال له إنه من الجن ويسكن هالجبل، وإن بنته المختافية موجودة عنده وإنه تزوجها ومستعد إنه يخدمه بأي شيء بشرط إن بنته ما ترجع له أبد. هذه رواية وأسطورة من عدد كبير صعب إني أذكرها كلها في هالحلقة. هالمكان اسمه جبل حرفة بمركز بني عمر بمحافظة النماص في السعودية. المكان الثالث تكلم عنه الكثير وكل واحد حاول يفسر بعض الأمور فيه بطريقته. بعض هالتفسيرات والنظريات قد تقبل وبعضها غير منطقي، لكن في كل الحالات المكان غريب ومن أغرب الأماكن الموجودة على سطح الأرض. المكان هذا عبارة عن غابة صخرية في منطقة صحراوية جافة خالية من كل وسائل الحياة، صعب حتى الإنسان في العصر الحالي إنه يعتاد العيش فيها رغم جمالها الطبيعي الساحر. وعلى خلاف شكل هالجبل الخارجي الغريب واختلاف أشكالها وأحجامها، اكتشفوا وجود كهوف فيها نقوش ورسومات صخرية تثير الدهشة. أولاً بسبب ان تاريخ النقوش حسب المؤرخين يعود لأكثر من 10,000 سنة، وثانياً لأن هالنقوش تتكلم بالضبط عن أشياء تحاكي واقعنا اليوم بشكل دقيق، وبعضها من غرابتها وشكلها المخيف ربطها الكثير بالجن والشيطان. لكن المتفق عليه عند الكثير إن هالمنطقة كانت حاضرة عظيمة لشعوب قديمة. وبعيداً عن غرابة هالمكان في أمر جميل لابد أني أذكره، مثل هالموقع بالذات ممكن يشكل دخل سياحي كبير على ميزانية هالبلد اللي نحبه لو تم التسويق له بشكل صحيح وهيئت فيه البنية التحتية. هالمكان اسمه تاصيلي ناجر في الجنوب الشرقي من الجزائر. المكان الرابع عبارة عن زقاق أو ممر مسقوف ومظلم في وسط العاصمة، ويلقبونه الأهالي بالزقاق الملعون، وتعود تفاصيل هالمكان بحسب الأسطورة الشعبية إلى العهد الحفصي، وتقول إن في فتاة تم إجبارها على الزواج من واحد ما تحبه، ويوم الزفاف ركبت هالعروس عربة يجرها حصان، ويوم مرت من تحت قبو مظلم انشقت الأرض وتحولت إلى بئر عميقة ابلعتها هي وكل شخص كان معاها،
ورواية ثانية تقول أنها مرت من هالقبو وقام الجن واختطفوها. ورجح البعض أن هالقصة ابتدعها أهل الفتاة لأنهم خايفين من الفضيحة، خصوصا أن العائلات في العهد القديم كانوا محافظين وما عندهم الجرأة للكشف عن الحقيقة. وفي كل الحالات هالمكان إلى الآن واحد من أغرب الأماكن في هالدولة، ولا زال الناس يتجنبون قدر الإمكان المرور من جانبه، لأن حتى في النهار يكون مظلم وموحش وشكله مخيف. هالمكان اسمه صباط أو صباط العروس في المدينة العتيقة بتونس العاصمة. المكان الخامس كذلك دارت حوله الكثير من الأساطير الغريبة والمخيفة. بعضها تقول أنه مسكون من الجن وهم اللي يحمونه، وأخرى تقول أن أي شخص ينزل لهالمكان ما يرجع، وقس عليه الكثير من الكلام اللي ما ينتهي بسبب ما فسره البعض استنادا على أحاديث نبوية ضعفها الكثير من العلماء وحسنها البعض، ومنها حديث أشار إلى الماء الموجود في هالمكان بأنه أشر ماء على وجه الأرض. وبعض العلماء والمؤرخين المسلمين قالوا إن أرواح الكفار توضع في هالمكان، وإن الريحة اللي تطلع منه كريهة ونتنة جدا. واختلف حول موقع هالمكان الغريب وحتى حول شكله. الكثير يقول إنه عبارة عن بئر عميقة ومظلمة مليانة بقوى خارقة للطبيعة، ولقبوها بقعر جهنم أو محبس الجن، وأشخاص آخرين يقولون عنه خسف أو مغارة، ولكن إلى الآن لم يثبت بالدليل القاطع موقع هالمكان بالضبط. أحدثكم عن بئر برهوت في إحدى المحافظات الجنوبية في اليمن. المكان السادس كما يشاع عنه المثل اللي يقول الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود، وفعلا حرفيا ينطبق عليه هذا المثل. المكان هذا عبارة عن سجن تحت الأرض بمساحة مجهولة ولكنها كبيرة جدا، وهو السجن الوحيد في العالم اللي ما فيه لا أبواب ولا أقفال ولا نوافذ، وكان يتم إدخال السجناء عن طريق رميهم من خلال ثقوب موجودة في الأحلى، وبنفس الطريقة يعطونهم الأكل والشراب. المرعب في هالمكان حسب ما يقال أن إجمالي اللي انسجنوا فيه بمئات الآلاف، ورغم ان تاريخ بناء السجن قديم والامكانيات الامنية فيه مقارنة بالعصر الحالي لا تذكر، لكن تصميمه في ذاك الوقت سابق لعصره. هو باختصار عبارة عن مساحة شبه مستطيلة فيها ثلاث قاعات، وكل قاعة فيها مجموعة كبيرة من الدهاليز والممرات اللي خلت كل سجين يتنقل من متاهة الى متاهة على امل الهروب، ولكن بدون فايدة. قبل 4 أو 5 سنوات طق فريق استكشاف فرنسي صدره عشان يستكشف هالمكان، وحضروا كل الادوات اللازمة والتجهيزات الحديثة للكشف عن سر هالمكان الغريب، فكانت النتيجة اختفاء هالفريق عن بكرة ابيه، وإلى يومنا هذا ما حد يعرف مصير هؤلاء المستكشفين. أحدثكم عن سجن أو حبس قارة بمكناس في المغرب. وصلت معاكم لنهاية الحلقة، واللي شافها من البداية إلى هالوقت يكتب تم. وإذا عجبتكم هالنوعية من المواضيع اللي فيها رعب وإثارة وحابين أني أتكلم فيها أكثر، فما لي غنى عن آرائكم في التعليقات. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم.